تطلب ايه؟ اطلب بليس النبدة. انت مين فهمني؟ انا افر كوش اكتب برطة كوش. حوش يا رب حوش حوش حوش. عفريت من الجن الاخطر. يا حلاوتك. وتبقى حضرتك بقى اخضر مقلم ولا اخضر سادة؟ انت بتقلش عليا يا مصطفى؟ يا سيدي العفو استغفر الله. اصلا انا بشتغل في محل قماشات ولساني واخد على الكلام الفارغ ده. اطلع من تحت السرير. اطلع. ساطلع. قول لي بقى، تحب اعمل لك قهوه؟ لا. شاي؟ لا. اجيب لك كرسي معسل؟ اخرس. يو يا سيدي حلمك شوية. هو انت تقرب للمدير وبعدين معاك؟ انت هتهزر وياي؟ وفيها ايه يا اخي؟ ما تخليك فرايحي. اقول لك نكتة؟ لا لا بلاش، ما تزعلش، بس اعمل معروف ريحني وقول لحضرتك جنسك ايه وبتشتغل ايه. قلت لك عفريت، ما تعرفش يعني ايه عفريت؟ عارف يا فندم، عين في ريت. انا حارس الفلوس اللي قدامك ده. حارس على ده؟ يا اخي جاتك البلد، عامل لي حارس على حتة فانوس من سطلي. انت ما تعرفش قيمة الفانوس ده. ده يبقى الفانوس السحري، فانوس السعادة يا مصطفى. ما هو باين اهو، ده يا ابني من كتر السعادة صدى. كنت محبوس في الفانوس بأمر سليمان الحكيم، تعرفه؟ تسمع عليه؟ لا، انا اسمع على توفيق الحكيم بس. سليمان الحكيم، سليمان ابن داود، سليمان عليه السلام. قصدك سيدنا سليمان عليه السلام؟ وانت محبوس في الفانوس ده من ايام سيدنا سليمان عليه السلام. ومين اللي حابسك؟ سيدنا سليمان عليه السلام. وكان حبسك ليه اسم الله؟ سرقت حاجة؟ عصيت امر من اوامره، حكم عليا بالسجن جوه الفانوس، مخرجش منه الا لما حد يدعكه زي ما عملت انت يا مصطفى. ما انا عارف بخت المقندل، كان لازم يعني ادعك الفانوس عشان تشرفني حضرتك. حظك بوم قوي. ده لو ما كانش بوم كان يجرالي ده كله. انا اصلي نادر نادر، الشخص اللي طلعني من الفانوس لازم اكافئه. الله يكافئك يا شيخ. انت ليك عندي 7 طلبات، اطلبهم انفذهم لك حالا. عايز ايه؟ عايزك تسيبني وتروح لحالك. مستحيل. انت رديت لحريتي بعد ما كنت محبوس من ايام سيدنا سليمان. على فكرة انا عايز اقابل سيدنا سليمان عليه السلام. عايز اقدم له الطاعة واطلب منه العفو والسماح. هو موجود فين؟ على كل حال مش موجود هنا. امال فين؟ في القدس. اروح له القدس. انا يستحيل استنى ثانية واحدة هنا، انا حنام في الشارع على الرصيف. ليه ليه؟ يا كتاب يا غشوش. يام انت جيت لي تاني؟ ايوه انا حنتقم منك. ليه بس؟ ضحكت عليا وقلت لي ان سيدنا سليمان في القدس، رحت القدس ما لقيتوش. بلاش تهجيس بقى، ده انت لو كنت رحت العتبة كنت غبت اكتر من كده مش القدس. بقول لك رحت القدس وجيت. ازاي بس؟ انت عفريت نفاس. انت مستغرب؟ انا اقدر الف العالم كله في 5 دقايق. قول لي حالا سيدنا سليمان فين؟ سيدنا سليمان مات البقية في حياتك، مات من زمان قوي. مات؟ الله الله الله، ده انت عفريت خرع قوي. ما تشد حيلك، امال كلنا لا. انا اصلي بقالي الاف السنين جوه الفانوس ومعرفتش ان سيدنا سليمان مات. يا سيدي الموت علينا حق، وكل من عليها فان، واللي ما يموت منين يفوت؟ تمام. قول لي بقى طلباتك ايه؟ تاني؟ قلت لك مش عايز حاجة، اتفضل بقى مع السلامة. نو بيزنس از بيزنس. بيزنس؟ انت بتتكلم انجليزي؟ اه. ليه عفريت سكوتش؟
أنا بتكلم بجميع لغات العالم. شيء جميل، ده أنت على كده عفريت مثقف قوي. أشكرك. قولي بقى طلباتك إيه؟ أنت مصمم يعني؟ طبعاً. أنت ليك عندي 7 طلبات، 7 أماني أحققهم لك. طيب يا عم، أنا عايز بدلة جديدة، بدلة شيك. بدلة جديدة؟ مبروك. مبروك على ايه؟ على البدلة. هي فين؟ ما انت لبستها خلاص. يا عم انت بتضحك على ايه؟ ليه؟ ده مش انا، بقى انا شكلي مهزقة كده. مهزقة ليه؟ انت لابس بدلة سلطان. سلطان ايه يا عم؟ خليها على الله، دول يلبسوها جماعة بتوع التمثيل. اغيرها لك. انت؟ انا لابس بدله صيني. وبعدين معاك بقى، انت هتقعد تقلبني على كل لون؟ انا عايز بدله زي بدل الناس، بنطلون وجاكيته وقميص وكرافات. بتقول كده من الصبح؟ يا ابن الجنيه، دي مقاسي بالظبط، مين اللي فصلها لي؟ عفريت يا ماما. عفريت يعني فصلها لي في جهنم؟ ده واد عبقري قوي. تطلب ايه تاني بقى؟ شبيك لبيك. الله يرحم والديك. بقى كلام في سرك، انا كان معايا نص ريال فاضل من مقيتي، وكنت ناوي اتعشى بيه، لكن راح في الخير، جبرت خاطر طفل يتيم. وازاي عرفت الحكايه دي؟ عفريت. ده انت لازم عفريت من المباحث. وان جيت للحق بقى يا عفركوش، انا سعيد جدا اللي قدرت اسعد طفل يتيم مسكين زي ده. الحسنة ب10 أمثال يا مصطفى. 10 أمثال؟ ها يعني 10 نص ريالات؟ يعني جنيه؟ فضل وعدل. ايه تطلب تاني؟ اتعشى. العشاء جاهز، اتفضل. ايه ده كله؟ اتفضل معانا يا اخ. بالهدى والشفا. كتير قوي. اسحب لي 10,000 جنيه من بنك العفاريت بتاعكم. 10,000 جنيه كتير؟ القناعة كنز لا يفنى. سيبك من الكلام الفاضي ده، طول عمري عايش في الكنز الذي لا يفنى لحد ما عرفت انه فقر لا يفنى. ناولني. اسمع نصيحتي يا مصطفى يا ابني نفوسها. نعم نعم. انت تعرف امي؟ ايوه. خلاص يا عم، مدام بتعرف امي، ايدك بقى على المبلغ، لا يمني، خلينا اتمتع بالدنيا. هتصرف ال10,000 جنيه في قد ايه؟ في يومين وشرفك، في 48 ساعة، وبعد كده البركة فيك تناولني غيرهم. طيب اسمع. اسمع ايه؟ قول لي. طيب اقبض. هتقبض، بس لازم تسمع. افندم. ان ما قدرتش تضيع ال10,000 جنيه في يومين،
مش هديلك بعد كده حاجة أبدا. ده انا اصرف 50,000 100,000 هعوض اللي فاتني كله. اتفقنا، بس من غير ما تشتري ارض ولا بيت. عارف عارف، بس ايدك. اتفضل الفلوس على السرير. امعر بقى. خلاص مفيش مدنس، مفيش غير كافيار. مين ماجد؟ ايوه صباح الخير. صباح النور، صباح الفل، صباح الخير، صباح الفل. اديني قلم. عايز قلم تكتب؟ لا، قلم على وشي. قلم على وشك؟ انا مش عارف يا مطمئن اذا كنت صاحي ولا نايم. لا صاحي يا مصطفى. لا مش معقول، مش معقول، مش معقول. الله، انت عيان يا مصطفى؟ لا، عدم المؤاخذه اعصابي مش كويسه ابدا. على العموم خطوه عزيزه يا مطمئن ناهد. ميرسي قوي يا مصطفى، خد. ايه ده، انت كاتبه لي جواب؟ لا، موظفين الشركة جمعوا لك المبلغ ده عشان يساعدوك لحد ما تلاقي وظيفة. وعلى فكرة أنا كتبت شكوى للنقابة بتاعتكم عشان ترجعك الشغل. شغل؟ الله، بتضحك عليا يا مصطفى. بضحك عليا؟ الله، غريبة، أنت حالتك النهاردة متغيرة خالص. من فضلك رجع الفلوس دي لاصحابها. قول لهم إن أنا مش محتاج فلوس، مش عاوز فلوس. اتفضلي. انا عارفه ان انت عندك عزه نفس، لكن الزملاء لازم يساعدوا بعض. يساعدوا مين؟ ده انا عاوز اللي يساعدني في صرف دوت. شوف الافلاسي. اه ايه دول، فلوس؟ امال كتاشين فلوس؟ 10,000 جنيه يا مدموازيل، فلوس. فلوس جبتهم منين؟ ورثت حد؟ ورثت مين؟ ده انا اغنى واحد في العائله. الله، امال لقيت كنز؟ لا لا لا، تعالي بس اقعدي وانا افهمك. المهم ان انا اضيع ال 10,000 جنيه دول في 48 ساعة. بس ازاي ازاي؟ انا هقولك، الراجل اللي اداني الفلوس دول قال لي اذا قدرت اضيع ال 10,000 جنيه في 48 ساعة هيديني اكتر مما كنت اتصور، واذا ما ضيعتهمش هيرجعني افقر مما كنت. الكلام ده مش معقول. مصطفى، قول بالحق، جبت الفلوس دي منين؟ انت ايه، مش مصدقاني؟ مش مصدقاني. مصطفى.